السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي صابر محمد. إن شاء الله السيشن النهاردة بسيطة وجميلة، يعني إن شاء الله هنتكلم فيها عن الهايبر في والفي ام وير ورك ستيشن، وإن إحنا إزاي هنشتغل على الكلاينت مثلا ويندوز 8، وهنعمل سيت اب للهايبر في والسيت اب للفي ام وير ورك ستيشن، ونشغل الاتنين مع بعض على نفس اللابتوب يعني، ونقدر نستفاد بشوية الحاجات اللي احنا محتاجينها مثلا في الهايبر في او الحاجات اللي احنا محتاجينها في الفي ام وير. احنا دلوقتي هنروح على ويندوز 8 مثلا بوينت 1 او ويندوز 10. لو رحنا على كنترول بانل ورحنا على بروجرام ورحنا على تيرن ويندوز فيتشرز اون اور او اوف، لو رحنا على هايبر في هنا اهو هنعمل سيت اب للاتنين دول. في ناس مثلا ممكن يبقى ما تعمل سيت اب للجزئيه دي كلها، ساعات ما بيتعملش سيت اب للهايبر في بلاتفورم، فممكن تغير بس البروفايل بتاعك، تعمل بروفايل جديد على اليوزر الادمن وهيشتغل معاك كويس جدا. المهم بعد ما نعمل سيت اب هيطلب مننا ريستارت، وبعد ما هيعمل ريستارت هيفتح لنا الهايبر في. لو كتبنا هايبر في هندخل على هايبر في مانجر. دلوقتي انا هنا اهو عشان انا كنت عملت سيرفر، ممكن نعمل له ريموف سيرفر. احنا لو انا عملت كونكت تو سيرفر، هو هنا بيقول لي انه على كمبيوتر تاني او على سيرفر تاني ولا لا. فهو لو على سيرفر تاني هتعمل له براوز وهتجيبه عن طريق النتورك. لو هو هنا هو لوكال، انا عايز اعمله على اللابتوب بتاعي هنا. دلوقتي ده مكان انا كله كنت اخدته مثلا، عملت له كرييت واشتغلت فيه برضو والكلام ده كله. كل الموضوع هنا هو، لو انا عندي مثلا فيرتشوال ماشين، لما بقف على الفيرتشوال مثلا واعمل لها اكسبورت بيطلع لي الملف، وببدا ان هو بعمل امبورت فيرتشوال ماشين، واحدد المكان اللي انا ايه عامل سيف لي للمكنه اللي هي عملت لها اكسبورت من على سيرفر كده. هنا الموضوع بعد ما بعمله يعني امبورت للمكنه دي، فبيبدا يشتغل يجيبها لي زي ما هي كده، زي ما انا عملت لها اكسبورت يعني بالسيتنج بتاعتها. بس هي الفكره كلها، كنا انا مثلا عامل فيرتشوال سويتش، فيرتشوال سويتش مانجر ده عشان انا ابدا اربط بين الكارت الفيزيكال بتاعي والفيرشوال، سواء بقى اكسترنال او انترنال او برايفت. هنا برضك لو انا عايز اعمل بقى مكنه جديده، نيو فيرشوال ماشين او هارد ديسك، انا مثلا لما اجي اعمل نيو فيرشوال ماشين، لما بعمل نيكست بختار هنا اسم الفي ام اللي انا عايزها، وهنا الستور بتاعها، المكان اللي انا هعمل سيف للفي ام. لما بعمل نيكست هنا هو بيجيب لك يعني ميزه مايكروسوفت، عن يعني بيجيب لك شرح كل حاجه. يعني لو انا هنا هو جنريشن مثلا 1، هو بيقول لك ان الفيرتشوال ماشين جنريشن بروفايدز ذا سيم فيرتشوال هاردوير تو ذا فيرتشوال ماشين از ان بريفيوس فيرجن اوف هايبر في. وهنا جنريشن 2 شرحها لك برضك، فالموضوع كله بسيط جدا في مايكروسوفت. هنا بيقول لك ان هو الميموري اللي هيقدر يستارت بيها 512، انت عايز تقللها او تكبرها مفيش مشكلة. بس انت هنا هو ممكن تستخدم اللي هو الدايناميك ميموري فور سيز هاي فيرتشوال ماشين، عشان ان هو يقدر ان هو يكستند براحته في المساحة دي، يعني حسب ما هو عايز، ما تبقاش المساحة فيكسد، لا تبقى براحته. يعني يقدر مثلا لو الفيرتشوال ماشين عايزة مساحة اكبر، يقدر ان هو يكستند فيها حسب الاحتياج المكنة. يعني لما هنا بعمل نيكست، هنا زي ما قلنا بنختار الفيرتشوال ماشين الخاصه بال الفيرتشوال قصدي سويتش اللي احنا عملناه، سواء انترنال او اكسترنال او برايفت. وبنختار هنا الفيرتشوال سويتش اللي احنا عملناه، بنسميه مثلا اسم بقى مميز، يعني انا عملت بس اي حاجه كده عشان نقدر نستخدمها يعني. وهنا نيكست، هنا بعمل كريت فيرتشوال هارد ديسك، كنت ممكن اعمله من بره هنا اهو. لما بعمل نيو، يا اما ممكن اعمله من هنا. انا دلوقتي لو انا كنت عامل اكسبورت اللي هو التول اللي هي
بي 2 في اللي هي فيزيكال تو فيرتشوال. كنت مثلا عملت مكنه وهارد ديسك، فممكن ان انا اختاره من هنا، ان انا خلاص انا واخد عندي هارد ديسك اوريدي عليه سيستم وعليه كل حاجه، بختاره من هنا. او ممكن ان انا اختار ال فيرتشوال هارد ديسك بعدين يعني. وهنا لو انا هعمل كريت لهارد ديسك جديد فيرتشوال، هنا المساحه بتاعتي مثلا بحددها 127 جيجا بايت، هو هنا بيقول لك الماكسيمم 64 تيرا بايت. بس ده طبعا يعني انت يعني لو انت بقى عندك سيرفر كبير جدا يعني 128 جيجا رام والكلام ده كله، يعني يعني قصدي مش رامات، هارد ديسك، لو انت مساحه اكبر من 64 تيرا بايت ستوريج يعني والكلام ده. لكن انت هنا هو انت بتحدد المساحه اللي انت محتاجها للفيرتشوال هارد ديسك، وهنا بتختار اللوكيشن اللي انت هتحط فيه الهارد ديسك الفيرتشوال اللي هو الفي اتش دي اكس، وهنا بتقول اسم الهارد اللي انت عايزه ايه، ممكن تسميه اس دي او باسم الانتي فيروس سيرفر بتاعك او باسم اي حاجه المكنه بقى اللي انت هتعملها يعني. نكست. هنا بختار مثلا ان انا هعمل اوبريتنج سيستم ليتر، او ان انا مثلا هانستول الاوبريتنج سيستم من بورتابل سي دي او سواء فيزيكال او الايمج ايزو. وهنا بنستول ال عن طريق الفلوبي ديسك، وطبعا ده خلاص يعني الانستول اوبريتنج سيستم فروم نتورك بيزد انستليشن سيرفر، لو عندك مثلا ال WDS او سيستم سنتر يعني. وهنا مثلا بعمل نكست، هنا خلاص بيبقى المكنه فينيش بقى، ان هو بيجيب لك زي السامري للحاجات اللي انت اخترتها يعني. بس انا مثلا عملت المكنه هنا اهو، واخترت مثلا ال سواء بقى عملت لها امبورت او عملت لها كرييشن يعني من اول وجديد، انا بدوس نيكست، كنت كونكت، وبدوس بعمل ستارت اب للمكنه وبتشتغل معايا كويس جدا. ده ويندوز 8.1. يعني اقدر اشتغل بالهايبر في عليه دلوقتي. انا مثلا في تول اسمها اولا مثلا معلش اللينك اللي انا هحمل منه اللي هو الكوماند من هنا، انا هسجله لكم برضو في اول كومنت تحت الفيديو. ده الكوماند ان انت تشغل الهايبر في والفي ام وير مع بعض يعني. بس انا دلوقتي انا يعني انا عملت خلاص داونلود للكوماند، وهبدا ان انا هكتبه لكم. الكوماند ده بيبقى عباره عن بسيط يعني حاجه بسيطه جدا، اللي هو هايبر الكوماند ده ان انا بعمله اوف عشان اقدر اشغل الفي وير، او الكوماند ده عشان اقدر اشغل الهايبر في فبخليه اوتو. انا دلوقتي لو جيت اشغل الفي وير مع الهايبر في، لو جيت مثلا اشغل المكنه دي معلش عشان انا كنت فاتح بس المكان تحت، لو كده لو جيت مثلا اشغل المكنه دي هيقول ان دلوقتي الفي ام وير ورك ستيشن اند هايبر في ار نوت كومباتيبل. يعني هو بيقول لك ان انت تشيل الهايبر في رول عشان تقدر ان انت تشغل تعمل ران يعني للفي ام وير ورك ستيشن. فانا دلوقتي انا مش عايز اشيل الرول اصلا من اللي انا لسه منزلها من اد اد ريموف بروجرام، لسه منزلها، فمش انا عايز الاثنين شغالين مع بعض، لان انا حاطط على ده مكان هايبر في وده حاطط عليه حاجات في ام وير. فهو الكوماند بسيط جدا يعني، انا لو رحت على سي ام دي بس بصلاحيات ادمن سي ام دي run as administrator وكتبنا الكوماند بتاعنا، هو كده دن. انا بس هعمل ريستارت للجهاز وهيفتح تاني عشان ابدا ان انا اقدر افتح الفي ام وير. احنا خلاص عملنا الريستارت، ودلوقتي احنا هنروح على الفي ام وير. احنا خلاص احنا دلوقتي عملنا الكوماند ان احنا عملنا ستوب بس للهايبر في، وهنبدأ نشغل الفي ام وير، لكن مش شلناش خالص الهايبر في عشان احنا كده كده اصلا عندنا مكان حاطينه على الهايبر في، وعندنا مكان حاطينه على الفي ام وير ورك ستيشن. فبالتالي دلوقتي انا خلاص انا عملت ريستارت بعد ما عملت الكوماند، ودلوقتي انا عايز مثلا اعمل امبورت للمكنه بتاعتي اوبن.
خلاص دي المكنة اللي انا عملت لها امبورت، وهيبدأ مثلا يشتغل بقى معايا عادي. ما جابش المسج اللي هي ان هو طلبها مننا ان احنا هنشيل الرول بتاعت الهايبر في السيشن اللي جاية. هنشرح فيها بقى التول اللي احنا هنحاول بيها، سواء من فيزيكال لفيرتشوال او من فيرتشوال لفيزيكال ان شاء الله.